اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما سمعنا في النصف الاول من الحلقه ان الفرقه مرت بمشاكل كتير، يمكن كان ابرزهم اصابه عمر مثلا، وفي اصابات تانية كانت مع الفريق، ولكن اصابات كانت غريبه جدا، يعني اصابات يعني الواحد في عمره الرياضي يعني ما شافهاش كتير. مازن قاسم احد اللاعبين المميزين في الفريق واللاعبين الاساسيين، وفجاه في بدايه الموسم حس بشويه وجع في صدره. انتوا عارفين دايما الوتر بولو او الميه معروفين عندهم مناعه قويه، وعندهم دايما يعني ما شاء الله بيبقوا دايما هيلثي. مازن حس بمشكله، راح كشف المستشفى، كان معاه كمان اسامه يعني زميله في الفرقه، راحوا بيكشف، قال لك انا تعبان شويه، راح المستشفى بيكشف، قالوا لا ده انت عندك ضمور في الرئه، متخيلين الكلمه تخض اي حد، ولازم تعمل عمليه بكره، وعادك واستمرارك بدون عمليه خطر على حياتك. وحصل. اللي عايز اقول لكم ان قد ايه مازن يعني تحدى الظروف، والحمد لله رب العالمين الجميل زي ما عمر قام بالسلامه ورجع يلعب تاني، ولكن برضه مازن مر بظروف صعبه ونجح انه يتخطى ده ويتعالج ويبقى يتغلب ويعمل هيلنج للرئه وترجع تاني لطبيعتها، ويلعب كده ويلعب ويتالق كمان، يعني ما شاء الله. وده دايما انا بحب الروح دي. انا في البدايه طبعا برحب بمازن قاسم، برحب بيك يا مازن اول واحد، لان انت تستحق التحيه وتستحق الاجلال، يعني لان انت من الناس اللي تحدت اصابه صعبه. منورني ربنا يخليك. برحب كمان يعني الحقيقه باحمد فؤاد نجم الفريق وضيف الدائم. ازيك يا ابو حميد؟ حبيبي يا كابتن، ومبروك. خليك. الله يبارك في حضرتك. وقعدت انت كنت مصاب برضه، كنت متجوز. بتتجوز؟ كنت بتجوز. كانت اصابه ثانيه. اصابه ثانيه. يعني كنت بتتجوز اثناء الموسم ولا قبله؟ يعني في نص الموسم. فدي لا هي منها مش اصابه، بس هي بيبقى في دربكه في النص كده، نقله حياه ودنيا ثانيه وبتاع، فتعتبر برضه يعني هزه يعني. بس الجواز يعني احنا ما بنغلطش فيه. لا يعني زي الفل 10 على 10. بس كده الله ينور، انت كده ماشي 100 100. برحب طبعا بضيف العزيز محمد اسامه، طبعا صاحب الدم الخفيف والطلة الحلوه. برحب طبعا بضيف الجديد اللي اول مره يشرفني، قلت لك هتبقى زبوني. ايوه صح، احمد ان شاء الله منورني وشرفني. ده ربنا يخليك. مفيش زيه. طب نبتدي بيه بقى. مفيش زيه. نبتدي نساله. ابو حميد، ايه السنه دي لمازن السنه دي من وجهه نظرك؟ ايه اللي خلاه، ايه اللي عملناه السنه دي ميزنا كفرقه؟ احنا يعني زي ما اللي قبلنا قالوا، احنا سكواد يعني ثلاث فرق ويمكن اكتر، لعيبه كتير، اللي بيطلع وبينزل مكانه حد بيبقى نفس البرفورمانس، فدي حاجه يعني بتدينا في المايه يعني ثقل وتقل قدام الناس التانيه، ان احنا يعني اللي بيخرج وبينزل مكانه واحد بينزل مكانه نفس الاداء تقريبا، فدي حاجه كويسه يعني. فكان بيبقى فيه روتيشن كتير، بيبقى فيه تغيير كتير، وفي نفس الوقت البرفورمانس بتاعنا زي ما هو، فعشان كده دي حاجه اضافت لنا كتير. وغير كده كمان احنا كنا بنتمرن جامد، يعني احنا طول السيزون ما بنوقفش تمرين خالص يعني. بالظبط. الموضوع في حد ذاته مجهد. انت بتقول لي سنه ده انا تعبت. يعني الناس بتقول لي سنه بتمرن انا نهكت بعد كده وتعبت يعني. الله يكون في عونكم. لا مده كبيره التمرين طبعا يعني. ف ولو مش هتعملوا ده وتحملوا ده لازم كنتوا حابينه وعندكم هدف. اكيد الاثنين. اكيد ده هو هدف. يعني عامه يعني هي الرياضه دي اي حد هيلعبها عشان بيحبها مش اكتر يعني. طب انت النهارده في لعيبه تقول لك انا ما العبش فرقه فيها السكواد ده، اخاف انا ممكن العب ماتش وماتش لا. أنا بكلمك بكلمة. لا اكيد. يعني انا واحد يقول لك لا يا عم انا اروح نادي الجزيره، اروح نادي هليوبليس، اروح نادي من الانديه، العب باخد وقتي يعني، واخد بالك؟ شايف النهارده انت كلاعب وجودك مع سكواد زي ده، انت كشريف يعني النهارده كوجودك في فرقه زي دي حاجه كويسه ولا وحشه من وجهه نظرك؟ وعلى فكره انا بحترم يعني. حاجه كويسه جدا طبعا. يعني هي اولا هي بتضيف لي كتير ان انا ابقى يعني بلعب مع الكم الكبير ده من اللعيبه، واللعيبه كلهم عندهم خبره، اللعيبه كلهم كويسين، وكانوا في الناشئين جامدين جدا، وفي عمومي برده جامدين جدا، فدي حاجه يعني بتضيف لي انا كلاعب يعني طبعا، انا العب جنب الناس زي دي يعني. وتبقى مع الجيل اللي بيكسب ده. بالظبط طبعا. انت مواليد كام يا شريف؟ انا مواليد 99. ما شاء الله يعني لسه صغير، ده انت لسه الله اكبر في عزك. انا الله اكبر. انت لسه قدامك حبه حلوين يعني. يعني ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. ما كانش في اصابات الموسم ده الحمد لله؟ لا يعني كان في بس يعني. ايه بقى قول لي؟ يعني كان كتفي اتخلع، بس هو كان في اخر الموسم اللي فات. خدنا عين بقى. يا جماعه اللي بسمعها كلها. خلع في الكتف. خلع في الكتف اللي بتلعب بيه؟ خلع كلي. لا ده كان الكتف الثاني. الكتف الاولاني ده عملت عمليه فيه وانا 18 سنه، فده خلاص يعني خلصنا منه يعني. خلصنا منه بالعمليه. يعني كتفك الثاني. الثاني بقى. يا نهار ابيض. وركبت ثلاث خطاطيف يعني. ايه كده يعني؟ انا كتفي اتخلع بس. طب هل احتاج اللي خلوه كابتن الفرقه عمل ابسط ترجع يخش معايا؟ هو خلعه له؟ هاته لي. ايوه هو جاي، هو جاي، هو داخل بعدين على طول. هتقول عليه بس اكيد مش قصدي يعني. اكيد لا هو قصده. طب حلو، خلاص هو قصده بقى. بيعمل حاجات كده. هنهدي النفوس قصده. بص يا ابني احنا جينا نهدي نفوس. وخلي بالك انا شايف انه يطلع قدامي على الهوا كده ونتكلم يعني. كابتن وليد خلي بالك هيسمع الكلام ده يقول لك ده كابتن لازم بوزن الفرقه. ايوه يعني احنا بنهدي النفوس برضه. مش هنسيب حضرتك. اوعى تنسى، اوعى تنسى انه خلع لك كده. لا طبعا اكيد زمايل في الاول والاخر. طيب عملت عمليه؟ عملت عمليه وركبت ثلاث خطاطيف.
عشان تثبت الكتف. عشان اثبت كتفي. طب هل فعلا لما المقوله اللي بتقول لو كتف اتخلع مره بتخلع بعد كده على طول؟ يعني لازم تعمله والله عملية. على حسب يعني. بس انا في حالتي دي عشان انا ركبت طرخه خفيف هو بس الموضوع محتاج عنايه دائمه. مش انا بتكلم ان هو العمليه بتثبت بيتخلع تاني لا بيتخلع تاني لو ما عملتش عمليه. لا ده كده كده. في حالات على حسب الحاله برضو. يعني في حالات انا حالتي كان خلاص يعني انا الغضروف عندي كان مقطوع تماما. فانا اي حركه غلط كان ممكن تخلعه من غير حاجه من غير رياضه اصلا يعني من غير ما العب حاجه يعني. لا دي فكان لازم لا ده حاجه بسيطه كده. يعني ماشي كده. طب قعدت في العلاج الطبيعي والقصه دي قد ايه؟ قعدت تقريبا 9 شهور 8 شهور. كتف عضله كتف مفصل صعب. بالظبط عشان الخلفي والجانبي وبعدين احنا بنحتاجه كتير في رياضتنا بس الحمد لله انه مش في الكتف اللي انت بتلعب بيه. لا الحمد لله يعني. يا ربنا يكرمك ربنا يخلي حضرتك ما شاء الله النهارده الترابيزه كلها اصابات يعني الله لا ده اصابات بس يعني ربنا يا رب يحفظكم يا رب ربنا يخلي حضرتك.